المصرية القديمة هي الخطوة الحقيقية اللي بندخل بيها عالم أجدادنا، ورا كل كلمة سر من أسرار تاريخ بلدنا، وإحنا في برنامجنا هنتعلم إزاي نقرأ ونفهم لغتنا القديمة. هنا في جبانة منف وسط نبلاء مصر القديمة اللي فيها أعظم فيلسوف وأحسن مهندس في العالم، النهاردة هنتعلم الكتابات الهيروغليفية الموجودة في مقابرهم ونتعرف على المبادئ الأساسية في لغتنا القديمة. كل شعب اختار اسم للغته، والمصري القديم اختار ميدو ناتر للغته، سماها الكلام المقدس. لكن كلمة هيروغليفكس ده اسم اختاره اليونانيين للكتابة المصرية القديمة ومعناها الخط المقدس. هنا في مقبرة إيروكا بتاح هنلاقي ازاي المصري القديم استخدم النقش المقدس في تزيين المقابر بتاعته. في الكتابة الهيروغليفية في الدولة القديمة كان في أكتر من 400 علامة. في 400 علامة دول ابتدى المصري القديم إن هو يختصرهم ويلخصهم في رموز، زي رمز حتب اللي هنلاقيه مكتوب في كتير من النصوص اللي موجودة بالمقابر، زي هنا حتب دي نسو. حتب هنا هنلاقي المصري القديم رسمها على شكل طاولة وعليها الخبز عشان يقول كلمة صدقة، لكن حتب ساعات بنلاقيها مكتوبة بمعنى راضي، لكن هنا في نص حتب دين سو معناها صدقة مقدمة من الملك. المقابر الخاصة بكبار الدولة كانت بتحتوي على عديد من الغرف، واحنا النهاردة هنتعلم ونتعرف على الكتابات الخاصة بغرفة تقديم الصدقات. احنا هنا في مقبرة ميخو. المقبرة دي هنلاقي مشهد مكرر في كتير من مقابر نبلاء مصر القديمة، وهو مظهر للسيدات اللي بيحملوا القرابين والصدقات المقدمة على روح المتوفى، وبيبقى كمان موجود هنا الخرطوش بتاع الملك، وكل واحدة منهم بتمثل الإقليم اللي جاية منه. احنا هنا في حجرة من الحجرات اللي كانت موجودة في المقبرة، نلاقي منظر لمجموعة من القدم اللي بيحملوا القرابين والصدقات المقدمة على روح المتوفى. هنا على اليمين هنلاقي مشهد مكرر للنبي جالس على الكرسي وقدامه طاولة عليها الخبز، ولأن المصري القديم كان بيحب إنه يستخدم الرموز المستمدة من الطبيعة والرسومات اللي حواليه استخدمها في الكتابات الهيروغليفية. لما حب إن هو يذكر اسم النبي كان بيرسم شخص جالس على الكرسي، وأما حب يذكر كلمة حتب بمعنى الصدقة كان بيرسم نفس المنظر المكرر قدامنا، شكل الطاولة وعليها رجل الخبز. استعان علماء مصر القديمة بالبيئة المحيطة كمصدر إلهام ليهم لخلق علامات الكتابات الهيروغليفية، وعلشان يعبر عن المائدة اللي بيستقبل المتوفى عليها المأكولات والمشروبات والمؤن،
اللي ممكن يحتاجها المتوفى في العالم الآخر كان بيرسم طاولة عليها أرغفة الخبز أو طاولة عليها الخبز والشعير، واستخدم الرسومات دي في إنه لما يحب يكتب كلمة مائدة القرابين كان بيكتب علامة على شكل طاولة عليها أرغفة الخبز أو طاولة عليها الخبز والشعير بتتنطق خاوت. وكان بيكتب على جدار المقابر والأبواب الوهمية والتوابيت صيغ لتقديم العطايا، وبتبدأ الصيغة ب حتب دينيسو. علامة حتب هي معناها هبة أو عطية، وأشبه بالمعنى الحالي للصدقة، على شكل حصيرة أو صينية عليها رغيف خبز. وعلامة دي اللي هي على شكل مثلث معناها يعطيها. وعلامة نسو نبات السو ونصف رغيف العيش تتنطق على بعضها نسو ومعناها الملك. وكان المصري القديم حريص على أن تقدم الهبات والصدقات عن طريق الملك لوظيفته المقدسة، وبيكمل المصري القديم صيغة تقديم الهبات والعطايا بشكل ذراع ممدودة وجواها علامة دي اللي على شكل مثلث ومعناها يعطي، وشكل الحية وبتتنطق اف وهي علامة معناها له، دي اف معناها فليعطي له. بعديها علامة برت خرو ومعناها العطية المنطوقة، وهي علامة مركبة لشكل هندسي للمقبرة، وفي النص علامة خرو. خرو لوحدها معناها صوت، وهنا دي اف برت خرو معناها لعله يعطي العطايا التي ستقال من الخبز وبتتنطق تي، الشعير وبتتنطق حنقت، الثيران وبتتنطق كاو، الطيور وبتتنطق أبيدو، الألباستر وبتتنطق سش، والكتان وبتتنطق منخت. هنلاقي بعدها كلمة إنكا إن، علامة المياه اللي موجودة فوق وتحت بتتنطق إن، والعلامة اللي في النص على شكل ذراع مرفوعة هي علامة كا ومعناها الروح، وإنكا إن معناها إلى روح، وبعدها بيكتب اسم المتوفى، وبتنتهي الصيغة بلقب مقرر اسمه مع خيرو ومعناها صادق الصوت. دي اف برت خيرو لعله يعطي العطايا التي سوف تقال من تي الخبز، حنقت الشعير، كاو الثيران، أبيدو الطيور، سش الألباستر، منخت الكتان، إنكائن إلى روح، معخرو صادق الصوت. فالصدقات والعطايا المقدمة من أهل المتوفى هي مقدمة على روح صاحب المقبرة. وهنا بيتم تقديم الصدقات. هنلاقي النص المكتوب بالكتابة الهيروغليفية موجود على اليمين وعلى الشمال متطابقة، لأن المصري القديم كان بيحب يزين المقبرة بيعمل فيها توازن بالكتابات. علشان نعرف نحدد اتجاه الكتابة هنبص على العصفورة بصة فين. لو هي بصة الناحية دي هنبتدي كده، لو هي بصة من الناحية دي هنبتدي كده. هنا على الباب الوهمي هنلاقي إن موجود فوق نص مكتوب حتب دي نسو. حتب دي نسو معناها صدقة مقدمة من الملك، وهنلاقي اسم المتوفى أو صاحب المقبرة موجود تحت محي، وهنا صور لي وهنا صور لي، والاسم متكرر كذا مرة. المصري القديم كان بيحتفظ في مقبرته ببرديات فيها صلوات بتساعده في رحلته في العالم الآخر، وكل ما زادت المكانة الاجتماعية وثروة المتوفى كان بيقدر إنه يسجل أكبر عدد من الصلوات اللي مكتوبة بالكتب الدينية زي كتاب خروج للنهار. ومن صلوات كتاب الخروج للنهار كان بيكتب في البردية: يا من تهبون الأرواح الخبز والشعير، أعطوا لروحي الخبز والشعير لتدخل روحي مطمئنة وتخرج في سلام، تدخل ممجدة وتخرج محبوبة، صوتها صادق وكل ما تحتاج إليه يقدم ليها. هنا في مقبرة أعظم فيلسوف عرفته البشرية
ساب من التعليم اللي علمت العالم الأخلاق والتعامل مع الكبار والصغيرين. هنا عامل 3 مرات للحن، 3 مرات للطيور، 3 مرات للمدن. هنا رقم 1000 وبيتنطق خام. وحنلاقي في مظهر مقرر جدا في المقابر هو مظهر السيدات اللي بتمثل أقاليم مصر، تي ووراها نبيل جالس على الكرسي.